في سنسال كان أخويا معطيها هدية لأمي، ويقول إنها قالت آخر عمرها أنه يأخذه، هل يحق له أن يأخذه أم يدخل في الميراث؟ يعني مش يعني يأخذه متى، إن قبضه في دنياها في حياتها له، إن لم يقبضه في حياتها ليس له بل للورثة. كان أبو بكر أمر عائشة أن تأخذ تجد التمر الذي على النخيل وتأخذه، فلما حضرته الوفاة قال يا بني هل جددت التمر؟ قالت لا. قال هو الآن مال وارث، ولو كنت جددته كان لك.